إلى الشأن الفلسطيني، قالت السلطات الإسرائيلية إن المسيحيين في قطاع غزة لن يسمح لهم بزيارة المدن المقدسة مثل بيت لحم والقدس للاحتفال بعيد الميلاد هذا العام. وأضافت أنه بناء على توجيهات أمنية سيسمح لسكان غزة بالسفر للخارج عبر الجسر الحدودي مع الأردن. ويختلف قرار هذا العام عن النهج المعتاد، حيث سمحت إسرائيل العام الماضي لنحو 700 مسيحي من غزة بالسفر إلى القدس وبيت لحم والناصرة ومدن مقدسة أخرى. معنا من رام الله الأب حنا عيسى الأمين العام للهيئة الإسلامية المسيحية لنصرة القدس والمقدسات، أهلا بك نيافة الأب. يعني في البداية، كيف تنظرون إلى هذا القرار من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلي بمنع المسيحيين من غزة بزيارة المدن المقدسة؟ تفضل. واضح أن سلطات الاحتلال تريد فصل قطاع غزة عن الأراضي الفلسطينية الأخرى، يعني تنفيذا لقرار شارون آنذاك في 15/8/2005، عندما قال حرفيا: عندما يعلم الفلسطينيون سر انسحابنا أحادي الجانب سيبكون دما، وها نحن نبكي دما منذ ذلك الحين حتى يومنا هذا. جانب أول. الجانب الآخر، إسرائيل تريد تحويل الصراع من صراع بيئي، من صراع سياسي على الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، إلى صراع ديني بتفريغ الأراضي الفلسطينية من مسيحيها. مع العلم، عدد سكان قطاع غزة 2,200,000، عدد المسيحيين فيه لا يتجاوز 850 شخص. إذا نستطيع أن نقول بأن هناك خطة مبرمجة. ماذا يقولون؟ قالوا في مرسومهم الذي صدر عن منسق بيت إير قائلا بأنه يستطيع الغزي المسيحي أن يذهب إلى الأردن، أما أن يتجول في الأراضي الفلسطينية المحتلة وأراضي 48 فهذا ممنوع. نعم، ولكن هذا قرار على غير العادة يعني نيافة الأب. نعم، هو بكل تأكيد يعني على عدم يعني ما السبب هذا العام منع الإسرائيليون من زيارة الفصل؟ نعم. الفصل بكل ما تحمل الكلمة من معنى، فصل القطاع عن الأراضي الفلسطينية جانب أول. هم يتحججون بحجج واهية أمنية، هذا لا ينطوي على أحد على الإطلاق. ثالثا، هم يريدون الإبقاء على حصار غزة. غزة بمسلميها ومسيحيها يجب أن تبقى تحت الحصار الإسرائيلي لحين إقامة ما يسمى بدويلة غزة وتنفيذ خطة ترامب بما يتعلق بصفقة العصر، وهي تشتيت الأراضي الفلسطينية وإقامة ما يسمى بإسرائيل الكبرى على هذه الأراضي. هذا المخطط يسير ببطء، لكن واضح من هذه القرارات بأن إسرائيل لا تنوي الخير على الإطلاق للشعب الفلسطيني ولا تريد إقامة دولة فلسطينية إلى جانب دولة إسرائيل. نعم، هل أوصلتم أي شكاوى معينة ربما للمؤسسات الدينية الكبرى إزاء هذا القرار، أو أن هناك ربما يعني تحركات رسمية لمنع هذا القرار؟ بكل تأكيد، نعم بكل تأكيد نحن نتواصل مع كل الكنائس في كل المناطق، مع الدول، والعالم يعلم جميعا ماذا تفعل إسرائيل بالمسيحيين، وخاصة إذا أخذنا سبت النور أو أخذنا أهلنا في قطاع غزة. تعلمين سابقا كانوا يعطوا التصريح للزوج لا يعطوه للزوجة، وبالتالي الأسرة لا تستطيع الحضور، يعطوا الزوجة ولا يعطوا الزوج. ومن هنا نستطيع أن نقول بأن قطاع غزة يريدون فعلا تفريغ مسيحيها من هذه المنطقة كليا إذا استمرت إسرائيل على هذا الحال. مع العلم، إسرائيل تنتهك قواعد القانون الدولي وتنتهك قواعد القانون الدولي للإنسان بما يتعلق بحرية التنقل وحرية العبادة المكفولين في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لسنة 1948. نعم، الأب حنا عيسى الأمين العام للهيئة الإسلامية المسيحية لنصرة القدس والمقدسات، شكرا جزيلا لك.